من بكرة هيبدأ تطبيق أسعار للخبز السياحي. حضراتكم عارفين كان حاصل قفزة كبيرة للخبز السياحي بأوزانه المختلفة. الوزارة مهتمة إنه من بكرة يكون هناك عودة لأسعار قديمة لهذا الخبز بأوزان معينة، لأنه الدقيق رخص، القمح يعني في أسباب معينة إن الحكومة شايفة إنه من شأنها إنه الخبز. وعلى فكرة الخبز السياحي ده طبعا أنا عارف إنه رغيف أبو شيلين ده هو بتاع الملايين، ولكن السوق يعني سوق العيش هو الخبز السياحي، اللي هو الفينو والبلدي الستين جرام والتسعين جرام، كل ده هو ده السوق، ده سوق العيش. إنما المدعوم ده موضوع تاني، ده مش السوق. السوق اللي احنا بنتكلم عليه والكلام إنه من بكرة الأسعار هتنزل فيه تاني، لأنه كان فيه رغيف وصل لتلاتة جنيه أو اتنين جنيه ونص. فإنه بيقولوا إنه من بكرة الدولة مصرة إنها تراقب مع المخابز ويكون عندها اتصال مع المخابز مستمر إنه يعود الرغيف السياحي بوزن معين بحجم معين بسعر معين. معانا الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم وبالسادة المشاهدين، وكل سنة وانتم طيبين جميعا. إيه اللي هيحصل في موضوع الخبز السياحي من بكرة؟ لو تتذكر أنا كنت في ضيافة حضرتك قبل رمضان، وكنا تحدثنا عن التضخم والزيادات السعرية أو الغلاء، وكنت وعدت حضرتك أن بعد رمضان وبعد العيد هيكون هناك انخفاض في الأسعار وبالتالي انخفاض في التضخم، وده اللي أشار إليه الحقيقة الهيدلاين انفليشن او التضخم الكلي. لو انا بقارن مارس من هذا العام الى مارس العام الماضي حصل انخفاض من 35.7 الى 33.3، ولو بتحدث عن هذا الشهر مقارنه بالشهر الماضي كان التضخم 48%، نزل الى 42%، مع ان حصل تغير في سعر الصرف بعد تحرير سعر الصرف، فكان من المفترض ان يحصل زياده سعريه. إنما مع استقرار الأسعار وتدخل الحكومة بأدوات السوق بدأ يحدث انخفاض. زي ما ذكرت حضرتك بالنسبة للخبز الأفرنجي، الحقيقة الأقماح أسعارها نزلت، حصل انخفاض في سعر الدقيق، الطن انخفض من 22,000 و21,000 جنيه الى 16,000 جنيه. طب كويس. فاحنا بنتحدث عن نسبه تصل الى 35% انخفاض في اسعار المخبوزات، وبالتالي كان هناك لزام ان يكون هناك توافقات مع شعبه المخابز. زي ما حضرتك بتقول ان السوق بينقسم الى شقين، السوق اللي هو الاول اللي هو كل من هم تحت مظله الدعم، وده ما يقرب من 72 مليون مواطن بيتحصل على رغيف الخبز بخمس قروش بعدد خمس رغيفة يوميا. أما السوق الآخر وهو السوق الحر اللي هو فيه العيش الأفرنجي، وده بيمثل ما يقرب من 30% من المجتمع. فلما حصل انخفاض في أسعار الأقماح والحبوب والغلال، وبالتالي حصل انخفاض في سعر الدقيق، فكان هناك توافقات مع شعبة المخابز أن يكون هناك زي ما ذكرت كان في رغيف وصل لثلاثة جنيه ثلاثة جنيه ونص، فأصبح هناك انخفاض يبدأ من باكر بنسبة تصل إلى 40%. يعني هنلاقي مثلا الحاجة اللي كان الرغيف اللي باتنين جنيه ونص يصل، يعني الرغيف التسعين، الرغيف التسعين جرام هيبقى بكام؟ زي ما ذكرت لحضرتك كان في تفاوت في الأسعار طبقا لنسب الاستخلاص، يعني كان في باتنين جنيه ونص وثلاثة جنيه، فهنشهد انخفاض يصل إلى 50 قرش وأكثر كمان يعني. وبكرة إن شاء الله اللونش أو بداية تطبيق هذا القرار على أن يعاد النظر كل ثلاث شهور في أسعار الخبز. أنا بتكلم بس عن بس دكتور إبراهيم، هم مش ملزمين ولا ملزمين؟ لا هقول لحضرتك، يعني أصبح هناك لزام في هذه الحالة بالاتفاق مع شعبة المخابز
نظرا لان سعر الدي انخفض. فبالتالي لما اجي ببص على مدخلات التكلفه اللي هو الدقيق والسولار والغاز وتكلفه، لا هو السولار والغاز زاد عنده، بس لما اجي ابص على محصله الزياده في السولار والغاز وفي الاجور بتاع العامل، الحقيقه هي اقل من الانخفاض اللي حصل في اسعار المدخل الرئيسي وهو الخامه اللي هي الدقيق. فبالتالي الانخفاضات اللي احنا هنبدا في مشاهدتها من بكره تصل الى 40% في الخبز الحر، فده شيء جيد. لان خلي بالك طب دكتور ابراهيم، خليني اقول لك، هم الناس بتوع المخابز بيقولوا ايه؟ بيقولوا عندكم حق، هو الدقيق نزل وكله تمام، بس احنا مش هننزل السعر قوي لاننا عايزين نرجع الرغيف للوزن اللي كان موجود قبل التخفيض اما يحصل. فانا كنت بتحكم في الوزن ده وبقلله وبرفع السعر، دلوقتي انا هقلل السعر وارفع الرغيف. فيعني ما تتوقعش ال 40%، هخلي الرغيف زي ما هو وازود الوزن. يعني خليني اختلف مع حضرتك بعض الشيء، ان هيكون هناك مراجعات طبقا لخصائص الرغيف والاوزان والاسعار، وهيكون هناك اكثر من حملات مخططه للمرور على المخابز الحره. انت عارف حضرتك في منظومه التموين هناك ما يقرب من 32 ألف مخبز تمويني. لو انا بتكلم على المخابز الحره بنتكلم على حوالي من 6000 الى 8000 مخبز حر اللي هو بيبيع العيش الافرنجي وخلافه. الخبز اللي بيباع في السوق الحر له اوزان مختلفه، يعني مثلا هتلاقي الخبز الخاص بالسندوتشات اللي بتتعمل في المطاعم ده اهم حاجه، في محلات الفول والطعميه، لا والرغيف الفينو بتاع المدارس، وياتي وبعديه على طول اللي هو الرغيف الخبز الخاص بالمدرسه اللي هو الفينو، يعني باختلاف حجمه ووزنه. فانا حقيقه بوعد حضرتك ان هناك بالفعل انخفاض. حضرتك شفت اخر مره الرغيف الفينو شكله عامل ازاي ولا لا؟ طبعا يا فندم، ما هو انا يعني اكيد من الناس اللي هي بتتسوق وبتاكل وبتشرب، فبالتالي انا على علم تام. لا اللي على الهوا ده، اللي على الهوا ده حاجه يعني اكسره، انما رغيف الفينو بقى شكله يحزن حقيقي. يعني حصل في بعض الممارسات الخاطئه زي ما حضرتك بتقول، يعني ده سوق ففي هذا وفي ذاك. فانما الدوله الحقيقه من خلال ادواتها والياتها واجهزتها، يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني لما حصل اخراج لكثير من السلع ومدخلات الانتاج في الفترة الأخيرة بما يقرب من 8 مليار دولار، ده حدث الحقيقة نوع من الأريحية في السوق، وحصل انخفاض في كثير من السلع. يعني هنشوف قريبا يعني في سلع أخرى، النهاردة أنا بتحدث على 300 سلعة أساسية هيحصل فيها انخفاض. النهاردة شفت الزيوت حصل فيها انخفاض 14%، وكان حصل فيها انخفاض قبل ده 22%، فبنتكلم على 36% انخفاض في سعر. يعني هو لتر يعني الزيت بقى بكام دلوقتي؟ هو اللترين بقوا في الحر بكام؟ برقم كبير. هقول لحضرتك السعر، سعر اللتر زيت الخليط وصل 65 جنيه، كان في اوقات سابقه بيصل الى 100 جنيه السعر الخاص بزجاجه الزيت الخليط اللي هي وزنها او حجمها لتر. فالنهارده لما تتحدث، انا اظن ان اللترين دلوقتي بقوا فوق ال 200 جنيه او حاجه كده، صح؟ هينزل يا عمرو بيه، يعني زي ما يعني انت عارف في شركتين كبار هم الشركتين الكبار دول بيبيعوا اللترين ب 230 لغايه دلوقتي. هتبدا المعلومه عندي صح، لان انا سالت على الموضوع ده بالتحديد. معلومتك يعني صحيحه الى حد كبير، بس خليني اقول لحضرتك ان هذه المعلومه قبل الانخفاض الاولي اللي كان 22%، اضافه بقى بتاع النهارده 14%، فهتلاقي الحقيقه انخفاض في الاسعار. خلي بال حضرتك من حاجه، احنا عندنا 11 مجموعه سلعيه، اهم مجموعه سلعيه في مؤشر التضخم هي مجموعه الاكل والشرب طبعا، اللي هي وزنها
35%. فبالتالي اللي هو الرز والسكر والزيت رز والسكر والزيت والألبان والزيوت وخلافه يعني. فدي كلها بتمثل الحجم الأكبر من مؤشر التضخم. في ناس الحقيقة هتختلف مع حضرتك ومعايا على مؤشر التضخم. احنا عندنا مؤشر التضخم الكلي اللي هو بيدخل فيه كل المجموعات السلعية، أما المؤشر التضخم الأساسي بيبقى أقل لأن بستبعد منه السلع والخدمات. أنا بهتم بالمؤشر الغذائي يعني. لما اتكلمنا على التضخم احنا متفقين. أما اتكلمنا على التضخم أنا مش بدخل بقى الخدمات والبنزين ولا، أنا أكلمني عن سلة الغذاء وهي دي التضخم بالنسبة لي. ده صحيح، لأن هي بتمثل وزنها أو يمثل وزنها 35% من قيمة التضخم. فبالتالي أنا بقول لحضرتك الفترة ديت إحنا عندنا 300 سلعة هنشهد، ده داخل إطار المجموعة السلعية للطعام، هنشهد فيها انخفاضات. حصل انخفاض في اللحوم، حصل انخفاض في الزيوت، حصل اللحوم برضو اللحوم برضو عنيدة يعني. أنا لقيت أنه النزول في كيلو اللحمة ليس رقما يعني. في نزل 6 جنيه 10 جنيه مش عارف ايه حاجات كده. الفرخة برضو عنيدة، البيضة عنيدة، لغاية دلوقتي البروتين عنيد جدا في النزول. اللحوم يمكن شهدت طبقا للإحصائيات يعني اللحوم الحمراء شهدت انخفاض يصل إلى ما يقرب من 15%. يعني ما تيجي تبص على كيلو اللحوم، انا بتكلم عند الجزار وفي السوبر ماركت، انما أيوة. طبعا اللحوم تحت مظله الدعم باسعار مختلفه تماما. ده موضوع تاني، انا بكلمك على اللحمه اللي بنشتريها كلنا. اللي حضرتك بتشتريها وبيشتريها حوالي 30 ل 35% من المجتمع المصري بيشتروا هذه اللحوم من السوق الحر، حصل فيها انخفاض يصل الى 15%. فده شيء جيد، وده الحقيقه بيؤكد ما تحدثت بشأنه مع حضرتك خلال لقائي، إن الفترة الجاية هنشهد مزيد من الانخفاضات في أسعار السلع الاستراتيجية. الجبنة برضو واللبن برضو عنيدة شوية. في 10% في 5% ولكن ما زالت عنيدة يعني. بص يا فندم، أنا بس عندي مشكلة بسيطة وياريت أشرحها لحضرتك. اتفضل يا فندم. إحنا بنحسب الانخفاض بتاع امتى؟ يعني مثلا اما تقول لي ايه، وده كان عندي جدل فيه امبارح مع السيد متحدث مجلس الوزراء، انه لما تقول لي ايه السكر نزل هو كان ب27، فتقول لي لا هو كان ب50، لا هو النهارده ب37. انا ما هو علمونا وانا كنت محرر اقتصادي انه لازم يكون في شيء نحسب عليه. انت بتحسب النزول لايه؟ النزول للغالي ولا النزول للسعر اللي احنا كنا عارفينه؟ يعني هل هو النزول اللي من 6 اشهر او من 7 اشهر، ولا هو النزول اللي من قبل شهر رمضان، ولا اني نزول؟ انت حاسب يعني. الان نسمع عن 15% 25% 37%. ازازه الزيت كانت بكام من سنه؟ هقول لحضرتك وكلامك منطقي جدا، ولكن الريفرنس بتاعنا في الاسعار يا اما انك بتقارن شهر بشهر او سنة. بس فهو النزول بالنسبه لي ليس كبيرا يعني. في نزول او على الاقل اضعف الايمان انها لا تزيد. انا دايما بعول على يعني. هقول لحضرتك حاجه يعني، لو تتذكر كان هناك بعض التجار بتقيم سعر الصرف على أرقام فيها مضربات كثيرة، وعشان كده كان هناك غلاء وهناك متاجرة على أن سعر الصرف هيصل إلى قيمة يعني غير حقيقية. لما استقر سعر الصرف وبقى free flotation، مرة بتصحى تلاقي 47 و48 مرة 49، وده الطبيعي الحقيقي. فعندك مارجن او رينج بيتحرك فيه او بتتحرك فيه العمله مقارنه بالدولار او باليورو او بالاسترليني. انما هرجع للنقطه اللي حضرتك ذكرتها، دايما الريفرنس في عمليه قياس السعر هو بيكون يا اما شهر لشهر، يعني لو شهر ابريل بقارنه بشهر مارس، او انا بقارن شهر ابريل بابريل من العام المنصرم. انما اللي انا اقدر اقول لحضرتك
ان كان هناك توقعات من كثير من الايكونومست او الناس الاقتصاديين او الثينك تانكس ان مصر هيحدث فيها تضخم كبير بسبب تحرير سعر الصرف اللي هو طلع من 30 31 الى 48 49. لم نشهد هذا، بل على العكس لقينا انخفاضات سعريه، وده اللي خلى التضخم مقارنه بالعام الماضي، وانا بقارن مارس الشهر الماضي بمارس من العام الماضي، هناك انخفاض في التضخم يصل إلى 3%. ولا ننسى ما قاله السيد محافظ البنك المركزي أن هنا بقى حضرتك قررت تستخدم سلة التضخم اللي هي اللي يعني بيتم التعامل بيها عند الاقتصاديين، ولكن أنا كمواطن وكزبون أنا بنزل السوبر ماركت وبنزل بتاع، لا أنا منزلش عندي. أنت عايز تقولي إن أنا الشهر ده أقل من رمضان أو رمضان كان أقل من الشهر اللي قبليه؟ إحنا كنا بننزل رمضان من غير سلة أو من غير تضخم أو لآخره، سلة السلع في رمضان كانت مولعة. صحيح، لا أنا مؤكد مع حضرتك، معش كده بقول أصبح هناك يعني انخفاض، وحنشهد خلال الفترة الجاية انخفاض أكثر في أسعار هذه السلع. كان دولة رئيس مجلس الوزراء تحدث عن 300 سلعة بيتم تقييمهم من حيث الأسعار، وممكن السلع دي تصل إلى 1000 سلعة. إنما لو أنا بتحدث عن 300 سلعة دولة في المتوسط حصل فيهم انخفاض يصل إلى 22.5%. لو أنا تحدثت على يا دكتور إبراهيم، دكتور إبراهيم بالبلدي كده، أنت عايز تقول لي ان انا سلة الغذاء بتاعتي مشترياتي قلت الربح؟ يعني انا عايز تقول دي واحده، انا بتكلم بالبلدي، حضرتك استاذ وخبير، انا بتكلم زي المواطن. انت عايز تقول لي ان انا دلوقتي لما بروح السوبر ماركت انا بدل ما بدفع 100 جنيه انا بدفع 75؟ لا انا ما بقولش كده يا عمرو بيه. انا بقول في السلع الاساسيه، لو تتذكر لما كنا مع حضرتك كنا بنتحدث عن سبع مجموعات سلعية زي الزيوت والألبان والسكر والرز والفول والعدس وخلافه، كنا بنتكلم على سبع سلع. لو أنا بتحدث عن السبع سلع دولت فعلا لو أنا ببص قبل رمضان وبقارن الأسعار بتاعتها النهاردة، لا هلاقي انخفاض كبير. يمكن زي ما بتقول حضرتك إن ساعات في بعض السلع بتبقى ريزيلينت في إن هي يحصل فيها عنيدة طبعا، بيبقى في نوع من عدم المرونة في الانخفاض. لأن خلي بال حضرتك من حاجة، لما بيستقر أو بتستقر الأسعار يعني اوعى تتصور أن السلع بتخضع مباشرة للانخفاض، ففي سلع بتاخد وقت أكبر طبعاً. أنا بالنسبة لي مصدر التفاؤل الحذر أنه يعني ما بتزيدش، الزيادة ابتدت تتوقف، ابتدينا نشوف انخفاض شوية ملحوظ، في أمل، في أمل، ده حضرتك اللي بتقول ملحوظ، في أمل في أمل إنه إيه، إن أمل يعني يعود لها الحياة مرة أخرى، لأنه كانت أمل محطوطة على الإنعاش، فأمل إنه إيه، إنه يبدأ هذا الأمر نراه في الهبوط. طب أنا هقول لحضرتك مثال، لو بص على مجموعة الخضروات وبص على الفاكهه، لا حصل انخفاض يا عمرو بيه، يعني انا وانا بتحدث عن انخفاض ملحوظ، انا بتحدث يعني بأرقام. اسطوره البصل انتهت مثلا، ودي حكايه كنا كلنا قاعدين نتابعها، هذه الاسطوره قد انتهت واظن الى الابد. يعني شوف حضرتك، فتره بنلاقي الليمون، وفتره بنلاقي الباميه، وفتره بنلاقي البسله، وفتره بنلاقي البصل، هذه استثناءات. انما لو في تكرار او في استدامه ان في زيادات سعريه، يبقى هناك لازم ان يكون هناك موقف. انما النهارده واحنا بنتحدث زي ما قلنا ان كان حصل زيادات سعريه في فتره ما، لازم نقر ان هناك انخفاض ملحوظ في كثير من السلع الاستراتيجيه والاساسيه. احنا هنروح بعيد ليه؟ حضرتك بتسالني على الخبز الافرنجي، النهارده احنا هنشوف معاهم بكره انخفاض. لا ما هو يعني انا دايما بقول لحضرتك العبره طبعا هو بص يا فندم، اللي احنا اتعلمناه في السنه اللي فاتت بشكل واضح ونو اوفنس، انه التجار شوكتهم اقوى شويه من الحكومه، فهنشوف بكره في العيش ايه اللي هيحصل.
لان هم النهارده حضرتك يا عمرو بشويه لان هم النهارده ابتدوا يقولوا ايه كمان برضو في الالعاب. قال لك ما تيجوا نجيب نبيع العيش بالكيلو. لا هو الدقيق بيتباع بالكيلو. لا هم عايزين ايوه ابتدى لا يبقى لا. في فكر ان الرابطه كيلو زي بلاد كتيره بتعمل كده على فكره، مش حاجه يعني غريبه اللي هي الرابطه كيلو موجوده بس احنا مش متعودين على ده. طبعا كل دوله وليها ثقافتها يعني وليها مكيالها، ففي بعض الدول زي ما حضرتك تفضلت وقلت بتتكلم بالكيلو، احنا بنتكلم بالوحده، بنتكلم بالرغيف او بالوحده الصنف. انما لا انا هختلف مع حضرتك في فكره شوكه التجار، لا يمكن انا بقول ان السوق هو اللي بيعبر عن حاله الدوله وحاله التجار. انما ان انا اقول هناك يعني من لديه شوكه كبيره وشوكه صغيره فلا انا بختلف مع حضرتك، بدليل انك سياساتك الاقتصاديه هي اللي بتوجه القطاع الخاص. يعني زي ما بنقول لما الدولة بتقر ان هي هتتخرج من القطاع الخاص فهذا تشجيع للقطاع الخاص. طبعا لما الاقي ان الدولة بتتغول على نشاط القطاع الخاص فالقطاع الخاص بيتنحى جانبا. اذا السياسات التي تنتهجها الدولة هي المؤثر الاكبر في طبيعة السوق والاسعار. نأمل ان شاء الله نتابع، واحنا شايفين مؤشرات تدعو للتفاؤل نتابعها ونزق انه يعني هذا الارتفاع الكبير اللي حصل في السنة اللي فاتت يبدأ في النزول. انا مش من الناس المقتنعين ان احنا هنرجع عن ذي قبل، ولكن تبدأ الامور تتحسن رويدا رويدا، ولما زي ما حضرتك قلت الاقتصاد العام كله بيتحسن، الاسعار بتقل، المرتبات تزيد، المنظومة الاقتصادية كلها تخلي فيه سوق افضل كتير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا لفندم.